21 عملا مسرحيا تنوعت بين عروض للأطفال والكهول ومسرح الشارع. أثثت المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية مدنين، أين جرت فعالياته بكل من المركب الثقافي ومركز الفنون الركحية ودار الثقافة بسيدي مخلوف. مدنين تستقبل الست ولايات الخاصة بالجنوب الشرقي معناها للتباري على المراتب الثلاثة الأولى اللي باش تمثل إن شاء الله ولايات الجنوب أو إقليم الجنوب الشرقي بالمهرجان طبعا الوطني للمسرح إن شاء الله. أعمال قيمة، أعمال متوجة معناها في الجهوي. هذه العروض المسرحية المشاركة في هذا المهرجان يمثل مناسبة للشباب والناشئة للإبداع في فن المسرح ومختلف الفنون، ويفسح المجال أيضا لاكتشاف طاقات التمثيل والأداء على الرقاح. أي شاب أنه يشارك سوى مسرح، موسيقى، رقص، الشباب يوري موهبته، يوري إبداعه في الدنيا، دونك فرصة باهية برشا. اليوم جينا باش نشاركوا في المهرجان الإقليمي بعرض تهاسيس إخراج مراد طهرية، إن شاء الله يكون عمل مزيان ويعجب اللجنة، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. مشاركتنا هي في مجال مسرح العرائس، إن شاء الله نطمحوا للجائزة وإن شاء الله في الوطني بحول الله. هما أعمال توجد سابقا بالجهوي وجات للإقليمي باش تتوج للوطني، وإن شاء الله أحسن عمل اللي باش يتوج إن شاء الله يكون فيه الحيثيات الكل متاع العرض المسرحي، ويكون يشرف وجه الأماكن الجيدة. وحسب الظهور اللي تفرجنا في الأعمال اللي سبقت، مسرح الشارع ومسرح على الركح، فما وجوه واعدة. ثلاثة أعمال مسرحية توجت عن ولاية مدنين، وهي تهاسيس وهوامش من الكرة الأرضية وكارمن مونولوج للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة والشباب بالقيروان، إلى جانب عرض كن لطيفا عن دار الثقافة سجل حد، ومسرح عرائس الرحلة عن دار الثقافة البر الأحمر.